الله يخليك، شكرا وحيدة. إذا وحيدة، أنت مؤخرا شرفتي الجزائر، نلتي لقب ملكة جمال التراث الإفريقي هكذا بدولة غانا. ماذا بينا تحكي لنا كيفاش كانت المسابقة، وقتاش عدد المشاركات؟ المسابقة كانت بزاف صعيبة باسكو كانت مسابقة دولية عالمية، كانت تضمن 5 قارات، كانت التيتر تاعها هو ملكة التراث العالمي. انا ما كانش عندي الحظ باش نفوز باللقب ملكة التراث العالمي، بصح الحمد لله شغل قدرت نروج التراث الجزائري ما بين 5 قارات، وحاجة دي ماشي سهلة، وفزت باللقب ملكة التراث الإفريقي. الله يبارك ما شاء الله، ما عندناش شك في هذا اللقب لأنه اللي يشوفك يعرف التراث الجزائري تستاهلي اللقب. الله يبارك عليك جمال وأناقة، ما شاء الله.